السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا بنات. النهاردة هنعمل مع بعض منكه طبيعي بالبرتقال. هي الوصفة سهلة وبسيطة. فأنا هنا عندي برتقال، أنا كنت بشراه، واخدة اللي هي الطبقة الصفراء بس، وهنا معايا دي كوباية سكر. فأنا هوريكم هنعمل ايه. وهنا معايا علبة فاضية، هنا هحط فيها السكر. كده بقى بنات، انا كده بعد ما حطيت السكر في قلب العلبة، هنا باخد معلقتين كده كبار من قشر البرتقال. وبقلبه كده معاه. نقلبه كويس كده زي ما احنا شايفين. كده بقى انا بسيب كده علشان السكر ياخد من نكهة البرتقال. فانا كده هسيبه بقى في، انا كده عاملاه كده من بالليل، هسيبه كده للصبح في قلب العلبة، واقفل عليه واسيبه بقى ايه لحد الصبح. وبعد كده ارجع تاني اوريلكم شكله، ونشوف احنا هنعمل ايه تاني مع بعض بعد كده. رجعت لكم تاني يا بنات. هنا بقى بعد ما سبته كده وقت السكر مع قشر البرتقال، بشر البرتقال طول الليل ده، كده شكله زي ما احنا شايفين. هنا بقى الخطوة التانية، هعمل انا عندي صينية اهيت، هبدأ بقى احط السكر كده عليها، افرده هو كده خد السكر كده، خد من نكهة البرتقال. كده بقى بنقدر نستعمله بقى في أي حلويات. الوصفة ديت منكه طبيعي كده بقشر البرتقال. كده بقى أنا بسيبه كده على الصينية لحد ما ينشف، تحطيه في المطبخ كده، وممكن تغطيه بشاشة ولا حاجة، وبتسيبيه بقى في المطبخ كده لحد ما بينشف خالص. وبعد كده اهوت بقى هنضربه في الكبة مع بعض، ونشوف شكله برضو بعد كده. مساء الخير، ازيكم يا بنات. النهاردة هنكمل مع بعض ده المنكه اللي هو بريحة البرتقال. زي ما شفنا انا كده سبته بقى في المطبخ لمدة 3 ايام كده لحد ما ناشف خالص. سامعين الصوت؟ يعني بتسيبيه لحد ما ينشف خالص اهوت. كده بقى انا هبدأ بقى اضربه في الكبة يعني اهوت. طبعا مش هضربه كله في الكبة، يعني شوية وبعد كده اضرب حبة كمان. لا بس يا فتحي خلاص. هنا معانا دي معلقة نشا، انا هضيفها، خدي يا فتحي حتة بالراحة، هضيفها كده مع الخليط، معلقة نشا كبيرة عشان يفضل معانا لما نيجي احفظه، اللي هو يفضل معانا بودرة كده معانا. فهنا بقى انا هضرب بقى في الخلاط. هنا انا بضربه بقى في الخلاط كده، فتحي بيضربه لحد ما يبقى ناعم خالص معاه، ووريكم برضو شكله. كده كده احنا ده بعد ما انضرب كده بقى ناعم خالص، ده كده بقى شكله.
كده بقى انا هكمل ضرب فتحي كده، هيضرب بقية كده خلاص. انا كده بقى هفضيه هنا اهوت، اطلعها فتحي سويت. ايوه بس كده بقى، كده ده كده بقى ده شكله كده بيبقى ناعم، وبيبقى النكهة بتاعته قوية جدا بريحة البرتقال زي ما احنا شايفين كده اهوت. ايش فضي كده بقى، انا بستخدمه في اي حلويات برضو اقدر استخدم منه. ممكن تستخدميه في عجينة تارت، كيك، اي حاجة بتستخدميه مع المكونات اللي انت هتستعمليها، ويبقى عندك في اي وقت تقدري تستعمليه وتستفادي اليومين دولت يعني في البرتقال متوفر وكده تقدري تستخدميه تعمليه وطريقة سهلة وبسيطة. طبعا انا لما بشرت خدت البشر بتاع البرتقال اللي هي البرتقاله، خدت الطبقه الصفراء وعملت منها المنكه اللي بريحه البرتقال زي ما احنا شايفين كده. فانا خدت البرتقال بعصره وبعد كده بحتفظ بيه برضو في الفريزر، بعمل منه برضو كيكات كده اهوت. كده دي كانت وصفتي كده النهارده اهيت، اللي هي المنكه الطبيعي بريحه البرتقال. هنا انا هنكمل الشويه دول كده، هحطهم في برطمان وارجع تاني. كده يا بنات، كده احنا خلصنا كده خلاص وعبينا الكميه دي كده كوبايه السكر اللي انا عملتها. طلعت معايا البرطمان ده ونص البرطمان التاني، انا خدت منه شويه هنا اوريلكم منه، تشوفوا شكله معانا كده. دي بتبقى شكل المنكه معانا بريحه البرتقال. دي كده كانت وصفتنا النهارده، اتمنى اللي هي تعجبكم. ما هنا واضحه اهي، ده كده شكل المنكه معانا طعم البرتقال. اتمنى اللي هي الوصفه تعجبكم. ما ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ده كان معاكم أم ندى وكان معاكم فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي.